بكمية كبيرة ترمار بكمية كبيرة من ناس الدعم السريع بوليس وكاسي تابع لجهاز الأمن والدعم السريع. الناس ما عارف غدرت بالناس بضرب بقوة كبيرة، ضرب نار، ضرب بالعصايات، ناس وقعت، ناس ما قدرت تقوم. حاليا ناس الجيش بيفرق في الناس وبيمرق في الناس يا برا. الجيش حاليا بيمرق الناس برا. الجيش حاليا بيقول للناس امرقوا برا، امرقوا موتوا. الجيش حاليا بيمرق في الناس بيقول للناس امرقوا موتوا. I'm going to go to the hospital.
انا وياه قريب هيك لازم ما تدور هيك لازم تجيب بنزين ولا منوك هاي أجي ولدك في مرة ما أجيته ما داري التصوير ما داري أي تصوير برانا من ستة من ستة برانا والله ما محتاجين لزول الناس دي كلها رافضة إنكم تصويروا بس خلاص بس خلاص ما داري أي تصوير الحمد لله الله يسلمك وما قصرت الله يا عم أنا ما قصرت بس ده الكلام الصح يا حاج بسم الله الرحمن الرحيم أزاد الله صباح الجميع اليوم 6/6/2019 الساعة 6:30 صباحا زي ما شايفين الأحوال هادئة ده شارع الصحافة ضرب الأحوال هذه اطمنوا يا جماعة اطمنوا ما في داعي للإشاعات ما في داعي للأمور الحائمة ما في داعي ناس البر أهدوا عليكم الله الروة ما في أي حاجة الأمور استيبول الحمد لله ما في حاجة بلد مدرسة إشارة الصحافة ضلط ديك بإدارة طلعت وبإدارة القضاء وصادنا له تماما شارع المؤدي للجودة الأمور تمام الحمد لله أطمنكم الأمور تمام الحمد لله الساعة 6:30 صباحا 6/6/2019 بدري والله اسمع كلام حي ما فهمه احنا الناس دارين سلطه الخميس يوم 6/6 الخميس 6/6/2019 دي شغلبان بيقول لكم البلد ما مدرسه كذاب دروس فل والله دروس ساعه الصح الخميس الساعه هسي كم الساعه 25 دقيقه كويس ولد مدرسه صح ايش ده كده شغلبان وانت ماشي على حميدان ده شغلبان ماشي على الرومي ده شغلبان كده ماشي على شارع كرري كده ماشي على شارع الوادي ولد مدرسه صح يوم 6/6/2019 الساعه 5:30 ناس دي يا تفكت المتاريس وتاني الناس ترستها ارجع يا زولي يا زولي يا زولي يا كرور يا عفن يا كذابين دارين يمشطوا الشوارع عشان يوروهم الناس كيف بلا جيش بلا عفن بلا جيش بلا عفن ما عندنا جيش نحن ما عندنا جيش ما عندنا جيش هندل جنجويد مستلمين البلد شايفين الجنجويد ده مدخل كوبري النيل الازرق شايفين الله اكبر
قوم وجه. هاي هاي. أجرك. الجيش يضربهم الله يخيبكم والله جيش باطل ما منه أي فايدة بسم بالله العظيم جيش ما منه أي فايدة والله في اختصاب يا سلام يا اختصاب ما تيجي بدي انا ساعه صراحه اختصاب والله